تعدي الكرة أهلاوية خطيرة وإمكانية والحكم يعطي ضربة جزاء والحكم مع بيد يعطي ضربة جزاء شمس الدين الثوادي في ظهره الكرة وأول سيناريو في المباراة في نصف ساعة لعب ضربة جزاء للنادي الأهلي هذه الإعادة هذه الإعادة شوف الكرة حمودي لأسارو يعني الراجل رمي روحه وكأني بمهدي عبيد يستنى في رمية مصرية أهلاوية قاسمة ماذا سيقرر مهدي عبيد يذهب إلى الحكم الغمبي أنا شخصيا بكل أمانة نقول وأنه رمي روحه لن يقرر ضربة جزاء أول سيناريوهات المباراة النهائية وليد سليمان بقدم وليد سليمان سليمان والهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق ضربة جزاء في أجواء جماهيرية هستيرية الترجي لم ينحن الآن وإلى حد الآن إلا عبر كرة ضابطة من ضربة جزاء فرانكو يشحن المعنويات والعرضية وإمكانية هجومية للنادي الأهلي وضربة جزاء ضربة جزاء ماذا هناك؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ الحكم الجزائري يفاجئ الجميع بضربة جزاء مهدي عبيد أعطيونا الإعادة يهديكم الله هذه الكرة أسارو ضرب شوف يعني يا مهدي يا عبيد ولعتها ولعتها شد صحيح الراجل شد صحيح مش معقول بصراحة فضيحة كروية فضيحة تحكيمية بامتياز وليد سليمان في سيناريو جديد سليمان هذا لا كلام ولا سلام الجزائرية هاو يعني حتى ما خلاش الوقت يكمل سبع ثواني نقصة يور مهدي عبيد على نهاية انا اعتقد كانت عملية مربكة للغاية طبعا هناك ثلاث ركلات جزاء هناك طبعا انا اعتقد هناك خطأ على الاقل في اثنتين منهما إضافة لحالات الإنذار إضافة لحالة طرد كانت يجب أن تشهر لها البطاقة الحمراء لكن الفار لم يساعد فيها طبعا سنذهب باتجاه الحالة التحكيمية نتحدث بشكل أكثر إسابة طبعا الحالتين استغرقتا بحدود ثلاث دقائق وقت وهذا وقت طويل جدا وقت المشاهدة طبعا الحالة الأولى أزارو يبعد الكرة عن حارس المرمى الذي توقف تماما وأزارو يمد ساقه باتجاه الحارس ليلامسه طبعا لا وجود لركلة جزاء هذه اللحظة سنلحظ بأن لا وجود للساق أو الركبة أو الفخذ للمدافع بعد أن ذهب أزارو ليحصل على الكرة وبعدها نلحظ هذا الساق أو هذه الركبة لم تلامس كما ذكرنا في الشوط الثاني إن كان هناك تلامس لم تلامس الفخذ من الخلف لأزارو أزارو بحث عن التلامس على الأقل تقدير قد نقول هنا هذه اللحظة طبعا اللحظة الثانية هنا أزارو يبعد الكرة مسارها عن حارس مرمى الحارس يتوقف تماما لا يتقدم باتجاه أزارو هو الذي يذهب باتجاه لساقه اليسرى فتلامس اليد هذه ليست مانعة وليست ماسكة وليست دافعة وبالتالي لا وجود لأي مخالفة قد نكون إيجابيين نقول أن أزارو يحاول البحث طبعا عن الكرة أو التحرك لا يستطيع التوقف لا يستطيع الاستدارة بسرعة ومتابعة الكرة التي أبعد مسارها عن حارس المرمى وبالتالي
قد لا نقول أنه هناك حالة تناوش، قد لا نقول أن هناك حالة خداع، لكن لا وجود لركلة جزاء حتما في كل الحالات. هنا عندما يتوقف حارس مرمى واللاعب يبعد الكرة والحارس لا يتقدم بأي جزء من جسمه باتجاه المنافس، بالتالي لا وجود لمخالفة. ونلاحظ هنا أزارو يبحث عن المخالفة ويسقط داخل منطقة الجزاء لمجرد هناك يد موجودة. اليد هذه لا تستطيع، هي ليست دافعة، نلحظ والحارس يبعد اليد، فهنا يسقط أزارو بعد أن بحث عن التلامس مع حارس المرمى، بالتالي لا وجود ركلة جزاء غير محقة. هناك مخالفة، أولا هناك مسك من الزوادي خارج منطقة الجزاء. اولا طبعا الحكم كان كل انتباهه مسلط على الجهه اليمنى، وبالتالي هنا اتخذ قرارا باحتساب ركله جزاء. وهنا طبعا هو لم يتخذ اي قرار في البدايه، اعتقد بان الفار تدخل ليقنعه بوجود ركله جزاء. بعد ذلك سنشاهد هناك عمليه مسك خارج منطقه الجزاء، لكن ازارو خارج منطقه الجزاء من قبل المدافع رقم 5 وهو الزوادي، لكن اعتقد هنا ازارو في محاولة للتخلص. نلحظ كيف فعل الحكم، هنا وجهه باتجاه الجهة اليمنى، هنا المخالفة عند قوس منطقة الجزاء. إذا نلحظ عملية ضرب باستخدام الكف على اليد. هنا مهما كان عملية الضرب مستخدما اليد أو الذراع على الوجه أو على الرأس دون وجود منافسة على الكرة، الطرد حتمي. هذا سلوك مشير يستوجب الطرد. بعد ذلك استمرت عملية المسك وهناك عملية شد من الزوادي باتجاه أزارو. طبعا الحكم هنا يعود إلى المشاهدة التي استغرقت كما ذكرت دقيقة 21 ثانية ليستغرق العمى ككل منذ الصافرة بتوقف اللعب ووجود على أساس وجود مخالفة إلى إعلان. نلحظ هناك طبعا القميص كان قد مزق نتيجة الشد من خارج منطقة الجزاء الذي عالجه أزارو. طيب كابتن جمال، ومن ثم استمر المسك في داخل منطقة الجزاء. القرار القميص مزق قبل ضرب وليد أو بعد؟ تماما. المخالفة طبعا عملية المسك أولا من الزوادي خارج منطقة الجزاء. إن قلنا أن للزوادي هو الذي ارتكب مخالفة، فالمخالفة هي ركلة حرة مباشرة يصارح الأهلي، لكن طرد أزارو لأن أزارو ارتكب رد على عملية المسك خارج منطقة الجزاء باستخدام الكف اليد بضرب المنافس، وهذا سلوك مشين يستوجب الطرد. إن اعتبرنا أن هناك مخالفة لم تكن المخالفة متزامنة، كان هناك مخالفة أسبق وهي مخالفة المسك وهي خارج منطقة الجزاء داخل القوس، لكن ركلة جزاء لا وجود لركلة جزاء نهائية لأن هناك قرار. إن لن نقر بوجود مخالفة لصالح فريق الأهلي وأن المدافع قد ارتكب مخالفة، فهناك مخالفة واضحة وقطعية وتستحق الطرد وإيقاف اللعب، وهي مخالفة أزارو الذي قام بعملية الضرب، وبالتالي كان يجب على أقل تقدير يجب أن يكون هناك طرد لأزارو وطبعا حسابه يعني احتساب مخالفة ضده. تاريخك يشد بيك ما نتكلمش، جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش، جمعية عاشت معاها أجيال ماتت في جالها رجال حبوها ملاين عباد الترجي من ريحة البلاد. اليوم افريقيا ان شاء الله نكون واسياد، 90 دقيقة تشجيع متواصل، ملايين العاشقة للفريقين ووسط مئات الملايين الذين يتابعون فاينل الشامبيونز ليج 2018. 3-1 الذهاب للنادي الأهلي في برج العرب، مباراة مشيت بظروفها بأن يمشي كولي واحدة كولي جرينو هيا خنيسي خطيرة والكرة هدف الأولي سعد بكير هدف الترجي يحقق السيناريو في وقت أفضلية الأهلي وفي وقت عدم وجود الترجي. 1-0 من سنوات المقلاس النديم، وهدف بشكل بالأدوار هذا مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الأول. الله 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 على السبب الأسبقية، كولي ياسين سعد بكير كورة ما تبيعش حتى في الفيليه. هالي هالي سعد في الفيليه، سعد بكير قلت لك يلزم يدير ودار بكير. 1-0 1-0 للترجي الرياضي التونسي، يلا كورة كريم تجيبوها خلاص السقف يا بدري تلعب كورة هز على اليمين خلاص لك يا بلادي ممتاز البلادي بامتياز تلعب كورة بدري حط الكورة هيا
باش يكون أدويلة عن طريق الحارس بالرأس وصل ميدان عاشور، عاشور بالضغط وفكورة هاتشي.